من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب. يا من يا رب يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب. يا كاشف الكرب العظام وواهب المنن الجسام إليه منك المهرب. يا كاشف الكرب العظام وواهب المنن الجسام إليك منك المهرب. لا تستغاث ونعمة لا تسلب. أيضيق بي أمر وباب المصطفى أيضيق بي أمر وباب مصطفى أوسع للعصاة وأرحم. يا نفسي لا تقنطي إن توسلي بالمصطفى المختار حاشا يخير. صلى الله على الحبيب. يا نفس يا نفسي لا تقنطي إن توسلي بالمصطفى المختار عايش يخير. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى السقمين. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى السقمين. قد نام وحدك حول البيت وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. عاشق النبي صلى عليه. قد نام وفدك حول البيت وأنت وأنت يا حي يا قيوم لا حزينا وآلها انطلقا. أدعوك ربي حزينا وآلها انطلقا فارحم بكائي بجاه البيت والحرم. يا صاحب الجود همل بالقلب فرج مهموما بخاطر بسر الخفي فرج. الله يا الله.
يا صاحب الجود همل بالقوم فالرجال مكسورا بخاطري سر الخفي بسم الله يا الله يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله حسبي الله لا
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. صلوا على الحبيب محمد. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلا. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قبره الكريم بعرق شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولاي لا جواز.
قدرت وانفات دنيا 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 جمع فيه قدرت وانفات تعد موت دي أحوالا Oh,
غيبان ابو ابراهيم توصلنا لابو ابراهيم توصلنا التحيه يا باي يا
مقاما يا فلا القلب يسلاه ولا النار تنطفي فلا القلب يسلاه ولا النار تنطفي ولا العين تلقى للهجوع مناما فقدتهم قهرا بكيت صبابة وشمس الدجى عادت علي حراما يا عالما بالسر والظاهر يا الله تجعل دليلي على المحن صابر من حرف حافي لحادي
كنز العطايا ليث يوم كريهتي هذا ابن فاطمة حبيبة ربها هذا ابن فاطمة حبيبة ربها بنت الحبيب ويا لها من جدتي أكرم بها وببعلها وبنجدها فلنعم ما حوت البتول لفتيتي قد سمعونا Oh,
شيخ أهل الحاضرة وموت الأنام وموت الأنام فامنحهم بنظرة تداوي السقام وأيام الورى دول
آنستان وهل تعود لنا أيامنا الأول على أول حاضر يوم نشيلون ظل بدارنا من غابة عيونه وسران يد الشكر على الينخور وصل صيد مفرد زون العرب عند القصير شلة طراني راح الشيخ الزعيم قلبيها لبلادي تخلفة عوز ثروة نصها لبلادي على بصيرة نزرف بالمكاتب على شيوخ أبو زهيان مشكر هذا التلبيب وصل صيته وفاز زوال كرادي راح الشيخ الزعيم بها لبلادي خلفت عوز ثروت نص لبلادي الوه الحاضر
مؤمن ده حيدر وخار للغايب على الهادي، تسوي سناد للغايب على
علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له عقل وفهم يرى نور الرسول ولا يقبل الصلاة. إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وحبيه وإلى روح المرحوم عبد الله الغضب وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى روح شيخنا الشيخ حسام فروات والشيخ أحمد السراج والسيد عبد المجيد الشيخ عيسى وآل البعاج وشيخنا السيد كمال وأولياء الله أجمعين وشيخنا الكرام الشيخ محمد النقشبندي، لهم منا الفاتحة. محمد نور كل منا على نيته الفاتحة. شيخ محمد نور يا باجي اجي والله خير الجزاء. طبعا كلمة مختصرة من ربما محرج ولكن راح نحكي. فضيلة الدكتور محمد النقشبندي يلقي على مسامعنا كلمة في هذه المناسبة وجزيت خير الجزاء. ماكو خلاص جدي يعني استريحوا يا اخوان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلوا على الحبيب محمد. ليش ما ترجعوا ولا ورا؟ عبود نص يا جماعة شوي بعد اذنكم افتحوا لنا طريق يا اخوان. بس على عجلة فين الميكروفون تبعي؟ يلا شو اللي بس ارجعوا لورا بكره الثاني يا ابو صلوا على الحبيب. وقهر العباد بالموت والفناء. الحمد لله الدال على بقائه بفناء خلقه وعلى قدرته بعكس كل شيء سواه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه سيدنا ومولانا وطبيبنا وقائدنا محمد وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه. جمع الأحبة بادي ذي بدء أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بقبول هذا المجلس المبارك وهذا الذكر الشريف، وأن يجعل هذا المجلس وما قرئ فيه من صلوات شريفة وأذكار وأدعية وذكر للصالحين ومناقبهم بأن يكون هذا المجلس
المجلس هدية عطرة ترفع لحضرة الجناب المحمدي أولا، ثم تكون نورا ينزل على حبيبنا وأخينا وشيخنا الشيخ عبد الله بدر في قبره، فتكون له نورا وروضة من رياض الجنة إن شاء الله. حقيقة فقد الأحبة من أشد ما يصيب القلب بآلام الفجع والفقر، ولعل فقد الأحبة وما ينتج عنه من انكسارات في القلب لا يجبره إلا الأحبة. كلكم يتذكر المرحوم في مجالس ربانية وموالد نبوية، وهو يعطر تلك المجالس بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، عرفنا هذا الرجل على ذكر الله، واجتمعنا به على ذكر الله والصلاة على رسول الله، وها نحن اليوم نرضيه ونودعه بالصلاة على سيدنا رسول الله. فأحبتنا، هنا إشارة لمن أراد أن يعرف فضيلة هذا المرحوم الذي اجتمعنا لسببه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته وتحت لواء رسوله، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأله سبحانه وتعالى بأن يكون هذا المولد الشريف وهذه الوليمة صدقة واصلة إليه، ونورا يتلألأ بين يديه، ورحمة تنزل عليه إن شاء الله، إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى روح الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية منا واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وخصوصا لمن كانت القراءة بسببه وأن تغنوا عن اسمه يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان محسنا فازدي إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه يا الله. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ولقم السلام والطمأنينة، ومد له في قبره مد بصره. اللهم حسن مآبه، وبرد شرابه، ويمن كتابه، ويسر حسابه، واجعل السندس والاستبرق ثيابه، واغسله بالثلج والماء والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سجينا إلا أطلقته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عملا إلا تقبلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة ولنا بها صلاح إلا قضيتها يا قاضي الحاجات، يا مستجيب الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، يا كاشف البريات يا الله. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، يذلنا ظاهر بين يدينا
أعز المسلمين. اللهم عجل فرجك ونصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. قل وشرفك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين، يسر الأمر وفرج كربلاء واكفنا يا رب شر الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا والجماعة الحاضرين والديهم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. تقبل يا رباه واستجب بحرمة القرآن العظيم والرسول الكريم وسر الفاتحة. Thank you.